السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة مني ومن القلب بجد لكل أما أو عبد لله عاوز يقرب من ربنا، يقدم الخطوات اللي بيحبها ربنا. بصوا، أنا هديكم مثال من الدنيا وبعدين نقول أنا عايز أقوله إيه. المثال اللي من الدنيا، لو أنت حابب مثلا حد، فالحد ده بيحب إن هو يأكل مثلا، يشرب عصير قبل الأكل، فأنت بتقدم له ده. او الحد ده بيحب انك تقول له الكلمه الفلانيه، فانت بتعمل ايه؟ انت بتحب الحد ده. تعالوا بقول لكم انا عايزه اقول، لما بنقيم الجوزيه بيقول قابلت امراه وسالتها انت ليه بتتوضي قبل ميعاد الصلاه، قالت احب ان اقابله قبل ان يناديني. الله، بيقول ابن قيم الجوزيه بيقول فعلمت اني عبد سوء. هو بيقول كده، امال احنا ايه؟ لما تقدم لربنا الحاجه اللي بيحبها، طبعا احب الاعمال الصلاه على وقتها، بس عشان مش بس الصلاة، الحاجة اللي بيحبها ربنا، صلاة، قرآن، قيام، القرآن طب انا اديكم نصيحة تانية، بس اعمل الحاجة اللي بيحبها ربنا. اما تعرف ان الله عز وجل بيقول كلمتان خفيفتان حبيبتان، اي حاجة ربنا بيحبها انا فيها، انا على طول معاك. احنا بنحب ربنا وعايزين نعمل